طبعا الاحتيال حقيقة مع ظل تطور التقنيات، يعني الاتصالات وما يعرف بالمساحات الضوئية وخلافه، سهل على الناس حقيقة، على المحتالين من التزوير ومن الاحتياج في واقع الأمر. أيضا نحن في ظل تقنية المعلومات، وهذا طبعا هي سلاح ذو حدين، الجانب المضيء منها والجانب السيء اللي يستخدمه حقيقة المحتالين. ليش المملكة العربية السعودية مستهدفة؟ المملكة العربية مستهدفة حقيقة لأنها مملكة خير، مملكة عطاء، وفيها يعني فيها الخير الوفير، فتستهدف حقيقة، ونظام مالي حقيقة نظيف بكل ما تحمل كلمة معنى. فبالتالي عندما المحتال مثلا غسيل الأموال، خلينا نقول إذا غاس الأموال استطاع أن يمرر أمواله من خلال نظام المصرف السعودي، فأي مكان بتروح له كما يقولون يرفعون لها القبعة بالغرب والعقال بطريقتنا نحن، لأنه ما نظام مالي نظيف. فهذا هو مستهدف، أنه أولا نظام مالي نظيف ومحصن إلى حد كبير، اقتصاد واسع وكبير، وأيضا لا تنسى أنه جيل شبابي، يعني نحن جيل فتي أو مجتمع فتي، 60-70% من 30 وأنت نازل، وبالتالي هذه هي الفئة حقيقة المستهدف. هذا لا يعني أنه ما فوق 30 مستهدف، لا مستهدف، لكن أيضا تعرف الشباب وتعاملهم مع التقنيات وكذا، من نعومة أظفارهم إلى هالأعمار اللي أتكلم عليها كلها مستهدفة، لأن معظم الوقت، ونحن طبعا تعرف من أعلى الدول في استخدام حساب التويتر وإلى آخره، فهذا أعتقد هنا جزئية الاستهداف. طيب استهداف والاحتيال ترى ما يخلي أحد، يعني لا يعرف كالإرهاب، لا يعرف لا متعلم ولا بسيط ولا جاهل ولا كذا، يعني يقال بأنه المستهدفين هم الناس البسطاء. جاتنا من حالات حقيقة مستهدفين من حملات درجات عليا.